والصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. نكمل يا اخوان، بقي عندنا يعني حديث عباده بن الصامت وكذلك حديث سيد بن حضير في هذا الباب. يقول عباده رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما دخلوا عليه بعض التابعين وكان مريضا وطلبوا منه أن يحدثهم بحديث ينفعهم الله عز وجل به، فانظر ماذا يعني انتقى واختار، لأن العصر عصر فتنة يا أخوة. ممكن يتكلم عن الصلاة، ممكن يجيب حديث الصلاة الصيام، لكن وهو مريض ودخلوا عليه وطلبوا منه النصيحة فجاءهم بحديث إيش؟ السمع والطاعة. وهذا هو الأصل يعني في الفقيه والعالم. الصحابة رضي الله تعالى هكذا أدبونا وعلمونا في الزمن بحسب الحاجة، حسب حاجة الوقت والزمان والناس يكون الحديث. فقال رضي الله تعالى عنه وذكرهم بما بايعهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عبادة رضي الله تعالى عنه، يقول دعانا النبي، يعني طلب منا أن ندخل معه في الدعوة، فقال فيما أخذ علينا عند الدخول في الدعوة، أخذ علينا عهدا، أخذ علينا بيعة، أخذ علينا ميثاقا. ما هو الميثاق؟ قال أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فورا قبل كل شيء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يدخل الإسلام أول ما يدخل يقول له السمع والطاعة. قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. خمسة أحوال طلب فيها النبي عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة. قال في منشطنا ومكرهنا. المنشط يعني عند النشاط، عند القوة، شيء نقدر عليه بسهولة، عندنا القدرة والقوة. ومكرهنا لا، حال الكره، شيء دعانا إليه والنفوس تكرهه، السمع والطاعة. هناك السمع والطاعة، وهنا أيضا السمع والطاعة. ثم قال وعسرنا، يعني حنا في حال عسر، شدة، ضعف ولا مرض ولا قلة ولا فقر، السمع والطاعة. ويسرنا، الأمور تيسرت، الأحوال طيبة، النشاط طيب والصحة طيبة والمال موجود، أيضا سمع وطاعة. يعني أحوال متعارضة، المنشط والمكره، يعني ما نحب وما لا نحب، العسر واليسر في حال قوتنا وحال ضعفنا، في حال صحتنا وفي حال مرضنا. وأثرة علينا، يعني أيضا بايعوني يا النبي على السمع والطاعة إن آثرت عليكم غيركم، يعني إن أعطيت الوظائف ليش ناس وما أعطيتكم، إن وزعت الأموال على ناس وأنتم ما أعطيتكم أو أعطيتكم أقل. حتى في هذه الحالة السمع والطاعة. فيقول أيضا رضي الله عنه ثم قال وألا ننازع الأمر أهله. طبعا إذا أطعت في هذه الخمس معناها انقطعت إيش؟ المنازعة والمعارضة، ما عاد نعارض، لأنه في اليسر طاعة، في العسر طاعة، في المنشط طاعة، في المكره طاعة، في الأثر علينا أيضا طاعة، ما يعطينا ويعطي غيرنا أيضا اسمع وأطع يا عبد الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصحابة في هذا. قال وألا ننازع، هذا تأكيد، وألا ننازع الأمر يعني الحكم أهله، ما دام في حاكم أنت خلص، خلص ما يمكن تصير حاكم. نعم، إلا أن تروا كفرا بواحا،
نعم لكم حالة واحدة لا تطيعون لا تسمعون متى؟ إذا رأيتم الكفر البواح. نعم عندكم من الله فيه برهان كفر واحد بواح اثنين وعندكم فيه برهان ثلاثة قيود يا عبد الله ثلاثة أوصاف لهذا الكفر وذكرنا في الحديث اللي قبله حديث عبد الله بن عباس قال إيش كما جاء في الشرح وغيره مع القدرة إن قدر على ذلك إذن عندنا شروط للخروج على الحاكم عندنا شروط لعدم السمع والطاعة عندنا شروط لمخالفة الحكام ما هي الشروط القدرة ها الكفر البواح اللي عندنا فيه من الله إيش برهان إن هذا كله توفر بسم الله اخرج روح ميدان التحرير ولا روح ساحة الصفا مدري ايش يسمون الساحة اللي عندنا ساحة الحرية وساحة الإرادة عندنا في الكويت روح اخرج ما في مانع قال عندكم من الله فيه برهان هنا شرحنا العسر واليسر والمنشط والمكره يا أخوان ما هو الكفر البواح هذا شرط من الشروط يعني إذا ما في كفر في الحاكم ها اسمع وأطع عندك حالة لا تسمع ولا تطيع الكفر البواح ما هو الكفر البواح نعم الكفر البواح هذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إذا نحب ولا نكره ولا نقدر ولا مرضى ولا كل أسمع وأطع إلا في الكفر البواح لا كسل ولا مشقة ولا كل سمع طاعة ما في كلام إلا في هذه الحالة الكفر البواح يا شيخ اللي عندك من الله عز وجل فيه إيش برهان هذه شروط الخروج والقدرة كما جاء في حديث ابن عباس الكفر البواح يعني كفرا ظاهرا باديا الكل يعرف إنه هذا معنى البواح يعني ما في شك ما في تأويل ها يمكن ما في لوازم اليوم تعبنا يا أخوان الناس دائما تستعمل اللازم ها فعل كذا يلزم أنه كذا إذن هو كافر يا شيخ يمكن ما يلزم عندنا قاعدة عند الفقهاء لازم القول ليس بلازم ولازم الفعل ليس بلازم يعني ممكن الإنسان يسوي شيء لكن أنت لا تربط اللوازم على كيفك سافر مثلا إلى بلاد الكفار هذا يحب الكفار هذا يحب الكفار أكثر من المسلمين إذن هو كافر يا أخي يمكن سافر للتجارة يمكن سافر لحاجة يمكن سافر لمرض يمكن سافر أسباب لكن هو يقول لا سافر إذن يلزم من سفره إليهم أنه يحبهم وما دام يحبهم ويحبهم أكثر من المسلمين إذن لو حب الكفار أكثر من المسلمين إذن هو وش دراك هل لا شققت عن قلبه هل لا شققت تعرفون حديث أسامة حديث أسامة معروف أسامة في قتاله مع الكفار فهذا الرجل هرب وكان قبل قليل يقاتل أسامة سيف وسيف قاتل ومقتول ثم شاف أنه لا راح ينهزم فماذا فعل هرب الرجال الكافر إيش هرب أسامة وراه يجري وأسامة وراه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء مكان خلص وقف لما وقف أسامة إيش رفع السيف أبغى يقتله قال اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله قطها كذا اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله أسامة ما صبر ضربه يا شيخ ضربه قتله يا شيخ الصحابة اللي شافوا كلهم قالوا كيف أسامة قتل ورجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم يا
رسول الله أسامة فعل كذا وكذا، قتل رجل رجلا بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله. فجاء النبي قال وين أسامة؟ يا أسامة فعلت؟ قال نعم يا رسول الله. قال والله ما قالها إلا تقية، يعني ما قال أشهد أن لا إله إلا، ما قالها عن إيمان، قالها عن الخوف من القتل، فلذلك أنا قتلته. هذا لازم القول أو لازم الحال، ما دام هرب ويوم أني ضيقت عليه قال، إذن ما قالها صادقا من قلبه، لازم الحال. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هلا شققت عن قلبه لا إله إلا الله. شوفوا الرحمة، رحمة النبوة يا أخوان. أسامة يقسم يمين لأنه كان معاه في قتال، كاد أن يقتل معاوية أسامة، ولما خلص ضيق عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله. والنبي يقول له أقتلته بعد أن قالها لا إله؟ وصار النبي يكررها. يا شيخ أسامة بكى، وأسامة ندم، وأسامة تاب، وأسامة كان على خوف عظيم جدا دائما في الجهاد والقتال. ليه؟ بل وتمنى، قال والله تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا في تلك الساعة، يعني حتى لا أكون كنت إيش قتلت الرجال هذا. يا أخوان لازم القول، ها ليس بلازم. هذا الكفر البواح، يعني ما نستعمل إيش اللوازم. ها الرئيس الفلاني فتح البنوك الربوية، إذن هو يرى أن الربا حلال، إذن هو كافر. يلزم، عرفتم اللازم؟ لازم القول ولازم المذهب ولازم الفعل، والله بإجماع الأهل العلم ليس بلازم. والدليل حديث أسامة وغيره، عندنا كثير أدلة، عندنا أدلة كثير، لأن الأصل لنا الظاهر، لأنك الظاهر الحاكم يصلي يقول لا والله يصلي بدون وضوء. أنا كيف عرفت؟ والله كذا يقولون وسمعناها بأذاننا، يقولون يصلي بس عشان يشو الناس تشوفه، يصلي بدون وضوء. المجرم يصلي بدون وضوء. الله كنت معاه في الحمام، أنت اللي تصب عليها الماء بالحمام. واتق الله، عليك الظاهر، عليك إيش الظاهر، لنا الظاهر والسرائر لله جل وعلا، والله ليست لك. وهذا أسامة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يا أخوان، هذا الكفر البواح. الكفر البواح يعني الظاهر المعلوم الذي لا شك فيه والذي لا يختلف فيه إذنان ولا ينتطح فيه كبشان، يقولون العرب هكذا يقولون، يعني الشيء اللي واضح اللي ما فيه خلاص لا يختلف فيه إذنان ولا حتى الكبش والكبش يتناطحان فيه، لأنه واضح جدا. إذا عندك هذا الكفر على الحاكم نعم مرحبا، إذا تحكم عليه أنه إيش كافر. وبعدين إذا حكمت أنه كافر بعد هذا إيش عندك البراهين؟ طبعا مثل ما قلنا عندك أدلة، عندك نصوص قرآن سنة أنه هذا كافر. لا تقول يلزم، لا هذا لازم خليه في بطنك، اللازم خلوه في بطنك. عندنا برهان، البرهان يعني دليل من كتاب وسنة أو قول الإجماع والسلف أنه هذا الفعل صاحبه يكفر كفرا خارجا عن الملة، مرحبا إذا عندك. لا يحتمل التأويل يا أخوان أبدا، هنا يجوز الخروج. لكن عندنا شرط ثاني، ما هو الشرط الثاني؟ القدرة. وش معنى القدرة؟ يعني عندك القدرة وعندك القوة أنك تشيل الحاكم، ها؟ وما تحصل فتنة. هذا حديث الفتن كلها، أما تسوي شوشرة وفتنة وبعدين الحاكم باقي. سوينا شوشرة عند بشار، الحاكم إلى الآن باقي 3 سنوات ودخلنا في السنة إيش الرابعة يا أخوان. لا هذه ما هي قدرة. طيب القدرة كيف نعرفها؟ القدرة كيف نعرف أنه عندنا قدرة ولا ما عندنا قدرة؟ النصوص،
يا أخوان والله القرآن والسنة ما تركوا شيئا أبدا. ديننا ما في عقل، ديننا ما قدم العقل على النقل، النقل هو الذي يقدم على العقل. كم من الأمة ظلت وضاعت لأنهم قدموا العقول على قال الله وقال رسوله. تقول له قال الله، يقول لك لا يا أخي، لكن الله الله قال الله قال رسول الله، يقول لا ولكن ولكن. القدرة ذكرها الله عز وجل في موضعين من القرآن، القدرة أنه ما تحصل فتنة، هذه اللي أهم شيء عندنا، ما يحصل فيه قتل وهلاك ودمار، لا عندك والله إذا عندك القوة تروح تشيله كذا وطلعه برا، تقول يلا امشي برا، وبعدين تحط حاكم ثاني يريده الشعب ويريده الناس ويريده الكبار والعلماء والوجهاء، مرحبا. ما عندك لا. إيش القدرة؟ أقول ذكرها الله عز وجل في موضعين. في أول الإسلام، تعرفون الإسلام في أول أيامه مثل ما قلنا كان الكفار يعذبون المسلمين، ولا لا؟ ياسر وآل ياسر وعمار بن ياسر وأبوه وأمه كله ماتوا بسبب إيش؟ الإسلام والإيمان والصلاة يا أخوان. نعم، أبوه وأمه ماتوا بهذا تعذيب. بلال كم كان يعذب في مكة يا أخوان، يوضع الحجر على صدره، ها؟ نعم، يقول له ارجع عن دينك. هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل؟ لا. فترة الإسلام هذه كلها الأولى لأنه عندنا ضعف. القرآن كله إيش يقول؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، اصبر يا محمد اصبر، يعذبوننا اصبر. القرآن ايش يقول له؟ اصبر. قتلوا منا الصحابة اصبر. ليه؟ هم اقوياء وانتم ضعفاء. الصبر جميع النصوص كما يقولون، يقولون الفترة المكية، جميع النصوص في الفترة المكية تأمر بماذا؟ كفار اصبر، كفار اصبر. مع ان والله يا اخوان الكفار جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له احنا نحكم يوم انت تحكم يوم، ايش رايك؟ النبي ما يريد الحكم، لا، هكذا الانبياء. الشاهد الصبر. بعدين لما راحوا المدينه ما شاء الله دوله، ها؟ صار عندنا دولة وصار عندنا سيوف وعندنا مقاتلين وعندنا شباب وعندنا رجال، فالله عز وجل أمرهم بالقتال. قال إن يكن منكم ها عشرة ها عشرون صابرون يغل، لا 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 خلوا هذه خلوا هذه، قال إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا. الله أكبر، يعني منكم مية وهم ألف، مرحبا ابدأ بالقتال. طيب إذا كانوا يا رب ألفين وحنا مية، يعني القدرة واحد إلى عشرة. إذا كانت النسبة بيننا وبين الكفار في العدد والعدة واحد إلى عشرة، عندنا عشرة خيول، عندهم مئة، عندهم مئة فارس مئة سيف، عندنا عشرة. نعم، وجب القتال، خذ حقك، اخرجوا عليهم، نعم قاتلوهم، واحد إلى عشرة. وبدأ المسلمون بهذا يا أخوان، المسلمون بدأوا الحرب مع الكفار بنسبة واحد إلى عشرة. واجب القتال، إيش واجب؟ لأن عندك القدرة. واحد إلى عشر، خلاص الوعد من الله، واحد إلى عشر، لكن ربك معك، ها؟ وترجون من الله ما لا يرجون. قاتل، وجوب القتال إذا كنا واحد إلى عشرة في العدد والعدة والسلاح والدبابات والطيارات والقنابل، واحد إلى عشرة، مرحبا. ثم في الأخير جاءت الآيات، الآن خفف الله عنك، ليه؟ علم أن فيكم،
خفف الله عز وجل قال فإيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منكم 100 يغلبوا 200 100 يغلبوا 200 صرنا واحد إلى اثنين. إذا كنا واحد إلى اثنين وجب القتال وجب الخروج. طيب يا رب هم ثلاثة وحنا واحد، ما هو واجب؟ ما هو واجب؟ وغلب على ظنك وغلب على عقلك وغلب على علمك أنك ما في فتنة، مرحبا. المهم عندنا إيش؟ لا تقع الفتنة ولا تقتل المسلمين في مهلكة. المهلكة وين؟ حد الفاصل بيننا وبين المهلكة واحد إلى اثنين. نسخت تلك الآية وتقررت هذه الآية. إذا كنتم واحد إلى اثنين مرحبا. كفر بواح نمبر ون، كفر بواح. نمبر اثنين القدرة، والقدرة ما هي؟ واحد إلى اثنين، يعني النتيجة ما في فتنة. مرحبا، بسم الله، اخرج على بركة الله، توكل على الله وأبشر بالنصر. أبشر، لأنك إذا يا شيخ إذا اتبعت النصوص جاءك الوعد، هذا وعد الله. أما إذا خالفنا واجتهدنا من عندنا وكلت إلى نفسك، إلى قوتك. وعندما توكل إلى نفسك، كان شيخنا أبو بكر الجزائري متعه الله بالصحة، لما تكلموا مرة كذا فقال في محاضرة عامة في الجامعة، قال من منكم يملك دبابة في بيته؟ عندكم مدفع في البيت خاشينه حق يوم الخروج؟ عندكم مدافع؟ لا والله ما عندنا. قال عندكم رشاشات؟ قال لا والله ما عندنا. قال ايش عندكم؟ كيف تخرجون؟ الحاكم عنده طيارات، عنده دبابات، عنده مدافع، عنده قنابل. انت عندكم في البيت قنابل؟ في بلا مانجا وعندكم السكاكين وعندكم العصي حقت المكانس، فك المكنسة وخذ العصا وخذ المطبخ، خلي الزوجة ما عندها لا سكينة ولا شيء، قول قطع بيدك السكاكين. ما يصلح يا أخوان، ما في مكافأة، والله ما في مكافأة. ما حد عنده طيارة، ما حد عنده دبابة، ما حد عنده مدرعة، ما حد عنده رشاشات. رشاشات يعني اللي عنده 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 مسدس صغير ولا لا، او عنده هذا حق الصيد البندقية قيمة 3 دنانير، تبغى تروح تجابه جيش مصيبة. So then we came to the hadith of Ubadah ibn Samit رضي الله عنه. That when he was ill, a number of tabi'een, a number of the generation came after the Sahaba, they came to him. And they said to him, tell us of a hadith, inform us of a hadith which you heard from the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and Allah benefited you through this hadith and Allah will benefit us. So, because of the time that he was living in, he could have mentioned many a hadith. He didn't mention a hadith about fasting or praying, but he mentioned a hadith about fitna, because he was living in that time, a time when there was much fitna. And this is the way of a faqih, a person of understanding, or an alim, that he gives the people that which they need, he speaks about that which they need. So he told them about a hadith regarding as-sam' wa ta'a, about listening and obeying the ruler. He said in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam called us and we gave him the pledge of allegiance for Islam. So the first thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do when he used to call the people and they wanted to give him the pledge of allegiance, the first thing was as-sam' wa ta'a, that you hear and that you obey. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he placed upon them 5 restrictions or 5 conditions, i.e. this sam' wa ta'a, this listening and this obeying has to be done in five times. Number one, when there is nishaat, when they are active, things are easy for them. They've got the ability, they have to have as-sam' wa ta'a. When there is makrah, meaning when they're disliking things, which is the opposite of manshat,
when they're disliking things, things are slightly more, and they're tired and they can't do things, some wa ta'a. And then when the things are usr, when the things are very difficult upon them, in times of hardship, as some wa ta'a, the same thing, listen and obey. And then it's opposite, when things are easy and things are affluent and they've got things, the same thing, as some wa ta'a. And then the fifth thing is when the rights that should be given to them are given to other people. I, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, said to them that if I was to give one of your rights to somebody else, the wealth that was meant to go to you, I give it to somebody else. The land that was meant to go to you, or the job or the position that was meant to go to you, I give it to somebody else. What? As-sam wa ta'a. So in all of this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in these five restrictions or these five situations, the Prophet sallallahu alaihi wasallam made them take an oath of pledge of allegiance of as-sam wa ta'a, in listening and obeying. And also, then he said that you should not fight against the person who has been given the authority. I.e., if there is a ruler now, and he has been given this authority, and he has this authority over you, then don't go out and fight him. Don't go out and rebel against him. And then the only time in this same hadith when this rebellion becomes permissible, or this fighting becomes permissible, is when there is kufr, disbelief. However, not only disbelief, rather the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned three things in this hadith. He mentioned kufrun, a disbelief. Number two, which is bawah, which is clear. There's no interpretation, there's no doubt, it's absolutely clear. And then the third condition is that you have, regarding this kufr, an evidence from Allah. So these three descriptions, or these three restrictions, these quyud, all regarding this kufr. That it's not just disbelief, but it is disbelief, and it is bawah, clear cut disbelief, for which there's absolutely, or for which they have an evidence from Allah. After this, after we see disbelief from the ruler, does this mean now we have freedom to go out and kill and fight? No. Then there's the other restriction, which is mentioned by Ibn Battal in the explanation of the hadith of Ibn Abbas. If you have qudra, if you have the ability, if you have the ability to go out and change, and there's not going to be any fitna, then you do so. But if you don't have the ability, then as-sam wa ta'a, you hear and you obey. What do we mean when we say kufrun bawah, i.e. a clear kufr for which you have an evidence from Allah? Number one, it is kufrun zahiran. It is a kufr, disbelief, which is apparent in front of everybody. The Shaykh said badian, i.e. everybody can see it, very, very apparent. There's no doubt in this kufr. There's no ta'wil, there's no interpretation in this kufr. Maybe it's kufr, maybe it's not kufr. And also, we don't do what's called lawazim, meaning this necessitates this, i.e. X necessitates Y. For example, the Shaykh gave an example. They say a person, a Muslim, he goes to the country of the non-Muslims. Then we say, oh look, have you seen this person going to the country of the non-Muslims? This therefore necessitates that he prefers the non-Muslims over the Muslims. This therefore necessitates that he is a kafir. Why? He's a kafir because he prefers the non-Muslims over the Muslims. Why? Because he went to the country of the non-Muslims. So this type of lawazim, this isn't correct. In fact, we have a qa'ida, we have a principle, which all of the fuqaha have agreed upon, that they said, lazim al-qawl laysa bilazim. That just because something might necessitate something, it doesn't mean that it's necessary. So for example, this person now, he went to the non-Muslim country, and he left the Muslim country. He could have gone for trading. He could have gone for illness. He could have gone for education. He could have gone for many reasons. What makes you know that he went because he prefers the kuffar over the Muslims? And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, did you open up his heart? Did you open up his heart to know the reason why he was doing this? And this statement, did you open up his heart? This is from the hadith of Usama ibn Zayd radiallahu anhumah. That Usama ibn Zayd, and he was one of the most beloved companions to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That when he was fighting somebody, and they're both fighting with their swords, and he was about to defeat this non-Muslim, this kafir, he was about to defeat him,
this man, he started running. He ran away. And Usama ibn Zayd, he ran after him and kept running after him. And then this man became stuck. So then Usama ibn Zayd, he unsheathed his sword. And this man quickly said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. You know, quickly said, why to protect himself? And then what did Usama ibn Zayd do? He took out his sword and he killed him. The companions who were there, they were shocked. That has Usama ibn Zayd killed a person who said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So they went to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Usama ibn Zayd, he's killed a Muslim. He said, La ilaha illallah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Usama, oh Usama, did you kill this person? And he said, La ilaha illallah. And Usama said, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, he only said it as in order to protect himself. Meaning it's only a protection to prevent this killing. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, did you open up his chest? Did you open up his heart? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam kept repeating, did you open up his heart? Did you open up his heart? And they say that Usama ibn Zayd, he used to weep and he used to cry and he used to wish that he had never accepted Islam until this, so he wasn't rebuked by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And therefore, as mentioned, lazim al-qawl laysa bilazim, that which a statement or that which something might necessitate isn't always necessary. Nowadays they say, for example, the leader, the ruler of the Muslim ruler, he's opened up banks which have interest in them. And therefore this necessitates that he sees interest, a riba, as being permissible. And therefore this necessitates that he is now a kafir. Why? Because he thinks that interest is now halal. Why? Because he's opened up a bank with interest. As mentioned, the people of knowledge, all of them have unanimous agreement that we don't act by the lawazim. These type of things, something necessitates something. Nowadays, if they see a Muslim ruler praying, they say, oh, this Muslim ruler is not really praying. He's just praying to show off. He's praying without wudu. How do you know that he's praying without wudu? Were you with him in the toilet? Or were you with him in the wudu area? Did you pour the water for him when he was making wudu, that you can say that he's praying without wudu? They say, because he's praying without wudu, this necessitates he's a mujrim. He's a criminal. So how do you know this? So therefore, that which is upon us and that which is upon you is the zawahir. Those things which are absolutely apparent and clear, and that which you can see. As for the sarair, that which is hidden, the secrets, the things which are concealed, then they are only for Allah subhanahu wa ta'ala. And as the Arabs say, that upon you are those apparent things that two people don't differ over, and neither do two rams hit their horns against each other. So saying of the Arabs, meaning that there's absolutely no difference in this, something which is apparent and something which is clear. So now let's say we see a kufrun bawah, a clear cut kufr from this ruler. Then there is another restriction or another condition. And this condition is qudra. That now you have the ability to remove this ruler without fitna coming upon the Muslims and then bring another ruler in. As for just fighting and chaos and killing, and then there's fitna and you don't have the ability. Like for example, Bashar al-Assad. That they've been fighting him. It's been 3 years now and he's still there. The fourth year is entering and he's still there. Then this isn't a valid reason to go out against him. You have to then have the qudra, as is in the hadith of Ibn Abbas that Ibn Battal said, that you remove him and there is no fitna. Now with regards to qudra, having the ability, then how do we know that we have the ability? We have to look into the Quran and look into the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Quran and the Sunnah, they haven't left anything alone. They've explained everything. They didn't leave anything to our own logic and our own thinking and our own intelligence. Some people, when you say to them that the Quran says this, or the Sunnah says this, they say, walakin, however. The Shaykh said, put this however in your pocket or in your stomach. We don't prefer aqal over the naqal. Always the narrations and the traditions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the narrations in the Quran, they always come first. So the qudra here, the ability is that there will not be more fitna. There will not be more evil
and more tribulations and more killing upon the Muslims. When Islam first began, during the beginning of Islam, when it was the period of Makkah, when the Muslims were in Makkah, the Muslims were weak and they were oppressed and they were being killed. Look how many companions were killed. The family of Yasir, Ammar, his mother, his father, Bilal, radiallahu anhum ajma'een. All of them were punished and killed. How many tribulations and punishment did Bilal radiallahu anhu go through because of his Islam? And yet when the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he used to go to them, he used to say, Isbiru, be patient. And Allah subhanahu wa ta'ala said, revealed the ayah in this state, and he said, Fasbir, be patient, just as the messengers from Ulul Azam, the great, the five mighty messengers, just as they were patient. Be patient, just as the great messengers were patient. So there are many ayats, many evidences from the Quran that explain this or that clarify this. All of the ayat that were revealed in the Meccan period, all order the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions to be patient. And of course, the kuffar, they used to harm the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But kufr bawah, wala la? And at that time, there was kufr bawah, clear-cut kufr, idols around the Kaaba. And yet, Allah ordered the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions to have as-sabr, be patient. Sometimes, once the kuffar came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they said that, look, we will give you some of the rule and some of the rule for us. You rule for a year, and we rule for a year. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he didn't seek authority. He didn't want rule, and therefore he didn't accept it. And then there's a next, another stage or another period in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is when he went to Medina. And now the Muslims, they have a state, they are strong, they have their army, they are prepared, and in this situation, then they were permitted to go out and make jihad and to fight. And what is this qudra? Then initially, what is this ability? Initially, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the ayah that if there are 100 amongst you and you can overcome 1,000, if there are 100 amongst you and you can overcome 1,000, then go out and fight. Meaning, there's a ratio of 1 to 10. If there's one of you and you can overcome 10 of them, then you go out and fight. But then afterwards, Allah subhanahu wa ta'ala, he abrogated this ayah. And he said, Al-ana khaffafa Allahu ankum. Now, Allah has lightened this burden upon you. And he knows, anna fikum da'afa. And he knows that there is weakness in you. And then he said, if there is 100 amongst you, and they overcome 200 amongst them, then go out and fight. So now the ratio became 1 to 2. I, one Muslim, he has the ability to fight and overcome two non-Muslims, then he does so. How does he do this? Because the wa'ad is from Allah. The promise is from Allah subhanahu wa ta'ala. So if we have one Muslim now, and we have 300 non-Muslims, even though they're upon kufr and bawah, do we go out and kill them? No, it's not an obligation. Because we don't have the qudra. Because there's fitna, there's going to be more fitra. Our Shaykh Abu Bakr al-Jazairi, may Allah give him a long life. When the youth in his time, they were talking about rebelling and killing and fighting, he used to say to them, that what do you possess? Do you possess tanks at home? Do you have a tank outside your house? Do you possess missiles and weapons and technology? Do you possess any of this? You don't have anything. You don't have except sticks or a small gun or small knives that you can't do anything with. ذكر ابن حجر رحمه الله عن الأئمة ابن بطال وغيره في هذا الباب يقول رحمه الله الذي عليه العلماء ذكرها ابن حجر في الفتح الذي عليه العلماء في أمراء الجور يعني في أمراء الظلم والفسق والمنكرات نعم أنه إن قدر عليه بغير فتنة ولا ظلم وجب الخروج
وإلا فالواجب إيش؟ الصبر. ما في قدرة تخاف الفتنة، لا اصبر يا عبد الله، لا تخرج، لا تخرج. نعم. وعندنا الحديث الأخير يا أخوان، وفيها لفظة مهمة جدا، عندما ذكر أسيد بن حضير، وهذه تنفعنا. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة وفيهم أسيد، هذا الرجل ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قلت لكم إرضاء الناس موسى عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، موسى نبي رسول من أولي العزم كليم الله، اليهود رضت عنه؟ والله لا يا رب. آذوه أذى عظيما، وكانوا دائما يقولوا له: يا موسى، من شفنا وجهك ما شفنا الخير. تعرفون المثل هذا؟ يقول: من يوم شفناك ما شفنا الخير، وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قرآن، والله عز وجل في القرآن إيش يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. آذوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ والله عدة مرات في مواضع كثيرة جدا يقول: رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي موسى، كم أوذي فصبر. سبحانك ربي. هم اليوم بيقولون: حنا موسى، موسى تبعنا، حقنا موسى. والله يا شيخ آذوا موسى أذى عظيما. نعم. الشاهد دخل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد وقال له: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. يعني شنو؟ يعني وظفت فلان، جعلت له وظيفة وراتب من بيت المال، وأنا ما أعطيتني وظيفة. شايفين؟ محمد، محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل زعلان يقول: فلان عطيته وظيفة وأنا ما أعطيتني وظيفة. يا أخوان، هذا النبي محمد. فإرضاء الناس، اليوم كل ما تروح يقول لك الحكام والحكام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقول: أنت يا محمد وظفت فلان وما وظفتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي. لا، هذا اللي تشوفه مني، لا لا، أصبر وراح إيش؟ راح تشوف الأثرة. إنكم سترون بعدي أثرة. ثم ماذا قال؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني. نعم. وين؟ على الحوض يا شيخ. هذا الرجل زعلان أن النبي محمد أعطى ناس وما أعطى ناس، قال له: لا، أصبر وراح إيش؟ راح تشوف، بيجيك الأثر اللي تشوفها بعدي. لكن أيضا على الرغم من هذا إيش قال له؟ قال له: أصبر، أصبروا حتى تروني، تلقوني على الحوض. يعني شنو بعدي؟ يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت نصوص يا أخوان، لا شك حياة النبي خير لنا والله من كل خير في هذه الدنيا. لكن مصيبة، نستشعر هذا؟ ما نستشعره. عندنا ضعف، عندنا ضعف في إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا ضعف في حب محمد عليه الصلاة والسلام. احنا نقول نحب محمد، كذاب كذاب، والله كذاب. حب محمد له علامات، له شروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في زمنه ما في فتن، ما في فتن في زمن النبي، في لا لا كله إيش؟ بعدي.
بعدي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان. تعرفون الأمان؟ أمان في ذلك الزمان. الأمان في ذلك الزمان من؟ محمد. قل هكذا بقلب كبير جدا، محمد. نعم، الأمان كله في محمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عظيم جدا، يقول: النجوم أمنة للسماء. أنتم مصيبتكم ما عندكم نجوم، في أوروبا ما في نجوم، احنا نشوفها. قال: فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني تخترب السماء، السماء تخرب إذا ذهبت النجوم. وجود النجوم أمان، ها، لما؟ للسماء. ثم قال: وأنا، النبي صلى الله عليه وسلم، أمنة لأصحابي. الأمان في الصحابة بوجود محمد. قال: فإذا ذهبت، يعني فإذا مت، أتى أصحابي ما يوعدون. وش يوعدون؟ الخلاف والفتن. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، يعني إلى يوم القيامة. تبغى الأمان؟ ها، نبغى ولا ما نبغى؟ وين الأمان؟ الصحابة. طب الصحابة ماتوا أيضا، نفس الشيء. نقول لك النبي مات والصحابة ماتوا، لكن الأمان الآن وين؟ يعني ما في أمان إلا فيه. وين الأمان؟ سنته باقية، منهج الصحابة وطريقتهم باقية. المسألة ما هي في الأعيان، المسألة في الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، مات النبي لكن سنته باقية، مات الصحابة لكن طريقتهم هديهم باقي. فإذا التزمت أبشر، ها، بالأمن والأمان. بعدي، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد كما ذكره العلماء، احنا ممكن نقول في عهد أبي بكر الصديق حصلت الردة كما تعرفون، نعم، لكن هذا أمره كان واضح جدا، هذا واضح. لذلك العلماء ما عدوها من الفتن، ولا الصحابة، ولا الصحابة عدوا هذه من الفتن. ليه؟ لأن الأمر فيها واضح. الفتنة مثل ما قلنا تختلط الأمور فلا يميز بين الحق والباطل، لكن هذا كان أمر غاية في الوضوح. عمر بن الخطاب شوي قال له: يا أبا بكر، كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لما كلمه شوي أبو بكر خلاص عصمهم. الصحابة أمان. فعلى طول عمر يقول: فوالله ما برحت إلا أن علمت أنه الحق، لما هدى الله عز وجل أبو بكر إليه. إذن عمر وراء أبو بكر، ها، وعثمان وراء أبو بكر وعمر، وعلي وراهم، والصحابة وراهم، وإحنا المفروض أيضا وراهم. اليوم يقول لك: لا لا، إحنا نجتهد، هم رجال في ذلك الزمان ونحن رجال. لا لا، هيا، والله ما هنا رجال. الرجال وين؟ الرجال الصحابة. إحنا فينا بمقدار المتابعة. فيا أخوان، الأمور هذه كلها بدأت والأثر بعد النبي، وحددوها العلماء أنها بدأت في عهد من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصل في زمن عثمان، وظهر في زمن عثمان بعض المنافقين وتولوا هذا الأمر وعظموا حجمه. أمر طبيعي إنه عثمان يعين واحد اثنين من أبناء عمومته، لأنه يثق بهم. أنت الآن إذا عندك شركة، من تحط المدير؟ صديق ولا عدو؟ صديق. وإذا في رحم من الأرحام، وإذا في يعني قريب جدا من الأقارب، لأنك تثق به. نعم، هذا الذي فعله عثمان، لكن كبروه وعظموه.
فذكروا ولا شك عهد عمر لا ما حد يقول. وعندنا قصة عن خالد بن الوليد قالوا له في الشام قالوا يا أبا سليمان اتق الله لأنه كان نار يحب إيش؟ يحب القتال والجهاد في سبيل الله. نعم لأنه يا أخوان والله ما هو لأجل الحرب لا احنا قلنا كلمة خافشة فهمة لأنه كان يتمنى في كل معركة يدخلها أن يموت شهيدا. سبحان الله ينتصر وتنتهي المعركة وما يموت وهو يبي إيش؟ والله ما دخل معركة هو يقول إلا والله كان يتمنى الشهادة ويطلبها من الله عز وجل. يا الله هذه المعركة شهيد المعركة تنتهي وخالد ما شاء الله حي. لذلك تذكرون في موته لما كان مضطجعا نائما ماذا قال يا أخوان تعرفون كلامه؟ ها؟ قال والله لقد دخلت كذا وكذا نيفا ما ذكر معارك كثيرة جدا معركة وتمنيت الشهادة وما جاءتني الشهادة. قال وليس والله في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف ما في شبر سليم ومع ذلك ما استشهد في سبيل الله. ثم بكى وقال ها أنا اليوم أموت على فراشي كما يموت البعير العرب يحبون البعير بس يقولون الصوماليين يحبون البعير أكثر. هكذا خالد. فهؤلاء الناس قالوا له يا أبا سليمان اتق الله يعني بس حروب مع الكفار. ثم قيل له يعني ألا ترى الفتنة يعني ما كفاك هذا العدد اللي مات وكذا؟ قال فتنة؟ قالوا له نعم. قال لا والله أما وابن الخطاب حي فلا. قال ما دام عمر بن الخطاب حي ها ما في فتنة. الفتنة وين؟ بعد. والحديث معروف وسيأتينا في هذا الباب بين حذيفة وبين عمر أنه هو الباب بين الأمة وبين الفتنة عمر بن الخطاب. وعمر أيضا كان يتمنى الشهادة. يا الصحابة كلهم يا أخوان الصحابة هكذا. عمر كم تمنى الشهادة يا شيخ في قضية في معركة المرتدين حاول لكن لم يسمح له أبو بكر بالذهاب ما سمح له بالذهاب. قال له أبغاك تجلس عندي في المدينة. راح زيد بن الخطاب زيد أخوه زيد أخو عمر راح في معركة اليمامة واستشهد في سبيل الله. لما رجعوا المسلمون وسمع الصحابة طلعوا في استقبالهم وممن خرج في الاستقبال أبو بكر وعمر والصحابة كلهم. فكان يبحث عمر يدور من؟ يدور زيد. يبحث عن زيد أخوه. ثم جاءه ناس من اللي كانوا في القتال وقالوا عظم الله أجرك في زيد بن الخطاب يعني أخبروا أنه إيش؟ أنه مات في المعركة. طبعا تأثر وبكى عمر ثم قال والله لقد سبقني إلى الحسنيين يعني زيد سبق عمر في الاثنتين. وين الثنتين؟ قالوا له ايش الثنتين يا عمر؟ قال دخل الاسلام قبلي سبقني في الدخول الى الاسلام وكم تمنيت الشهادة وما حصلت فسبقني الى الشهادة في سبيل الله. كان الصحابة كلهم والله ما كانوا يبون الحياة ولا الدنيا
لكن في زمن عثمان وقعت الفتنة يا أخوان، وهذا معنى الفتنة. وين الصحبة؟ وين الأخلاق؟ وين فتنة؟ لذلك الصحابة الذين دخلوا في الفتنة والله كانوا يبكون لدخولهم في الفتنة، وكانوا يتمنون أنهم لم يدخلوا في الفتنة، مع أنه عندهم يقين، ما يبون الدنيا هم، ونحن نقسم يمين أنهم لله لا يريدون الدنيا، ولكن اجتهدوا، ومنهم المصيب ومنهم المخطئ، لكن نتجت عنها فتنة، قتال بين المسلمين، سيف المسلم ضد سيف المسلم، ففتنة، هذه هي الفتنة يا أخوان. وكانوا يبكون الصحابة يا أخوان، مع أنهم والله كلهم يتمنى الموت، لكن ما هو في فتنة يتمنون الموت، وين؟ ضد الكفار، ضد المرتدين، شهادة في سبيل الله عز وجل. والله ما أرادوا الدنيا يا أخوان. لذلك شوفوا في عهد أبو بكر الصديق الأمة على السلام، في عهد عمر الأمة على السلام، في عهد عثمان جاء المنافقون ودخلوا، دخل المنافقون فأثروا وغيروا وأحدثوا الفتنة، ولا عمر بن الخطاب والله طلق الدنيا بأسرها. لكن مثل ما قلنا، الحاكم لابد يعطي فلان ويعطي فلان. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد الدنيا؟ حاشا والله لا يريد الدنيا. قصة عمر معروفة، لما جاءت الكنوز، كنوز كسرى وقيصر، شيء ولا في الخيال، خاص عند العرب يا شيخ، عرب في الجزيرة، صحراء، فقر، جوع، بؤس، ضعف، جاءتهم الكنوز والذهب منين؟ من فارس والروم، أعظم دولتين، أعظم دولتين عظمتين في الدنيا، فارس والروم. المسلمون انتصروا عليهم وجابوا إيش؟ جابوا الأموال، إبل وبعارين تحمل إيش؟ الأموال والذهب والفضة والكنوز والتاج، التيجان حقة الملوك كلها جابوها. فأخبروا عمر أنهم ترى قريب وصلوا على مشارف المدينة، وين نحط الأموال؟ قال حطوا في المسجد، ما قال جيبوا بيتي، وش قال؟ قال حطوا في المسجد. ليه؟ لأنه بيروح يصلي والمسلمون يأتون للصلاة ويوزع عليهم، يخلصها كلها. والله قال حطوا في المسجد، احنا في الضحى الآن، الوقت وين؟ الضحى، قبل الظهر بكثير. بعد شوي جاء وقال يا عمر، قال نعم، قال المسجد امتلأ. ها؟ قال ايه، المسجد مليان كله أموال وكنوز وباقي، وين نحطه؟ قال حطوه في يعني الطرقات إلى المسجد، قريب المسجد عند الأبواب برا. ثم بعد قليل جاء الصلاة، ما خرج يشوف يا لو احنا ايش جابوا، والله ما خرج الا للصلاة. ثم لما جاء وشاف قال ايش هذا؟ قالوا هذا اللي قلنا لك، الاموال. ودخل المسجد، شاف المسجد مليان، بكى عمر، صار يبكي. قالوا له ايش فيك عمر؟ أنت صاحي؟ أنت من صاحي؟ فيك شيء؟ قال لك كيف تبكي؟ تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام، نصر الله عز وجل أمة الإسلام على الكفار، وأنت تبكي؟ هذا يوم فرح، جاءت الأموال، هذا يوم عيد، يوم فرح. عمر يبكي، وحق له والله أن يبكي يا أخوان. ماذا قال؟
عندما هدى قال مات رسول الله النبي مات والأموال ما جاءت. قال مات أبو بكر الصديق والأموال ما جاءت وهم والله خير منا جميعا. يبكي على موت النبي وموت أبي بكر وما جاءت الأموال وهم خير مني ومنكم. قال والله أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. أخوان الأموال فتنة، الله عز وجل ذكرها في القرآن، أموالكم أولادكم فتنة. ليش نفرح بالأموال ونريد الأموال ونطالب بالأموال ونطالب بالحقوق ونخرج ونعمل الأمور كلها للأموال والعياذ بالله؟ هذا عمر يبكي يا أخوان، والأموال جاءت راغمة صاغرة والله. وشوف شوف اللي في ذهنه يا شيخ، وين احنا وين عمر يا اخوان؟ قال مات رسول الله وهو خير مني ومنكم وما جاءت الاموال. فالمال ما هو خيرية، والله المال شر وفتنة، لكن النفوس ضعيفة. كل هذا اللي قاعد يحصل عندنا الآن في بلادنا كلها والله وراء الأموال. وأنا أقسم يمين، لأن الصحابة والتابعون أقسموا يمينا على الأمر في زمانهم، مطرف وغيرهم قالوا اتقوا الله، قال كلكم تريدون الأموال والكراسي، كل هذا قتال فتنة لأنه قتال على المال. يا أخوان كل ما يحصل من قتل وقتال واختلاف على المال والله هي الفتنة. إذا أقسم التابعون أن القتال في زمانهم في زمن الدولة الأموية وما بعدها قتال على المال، فنحن نستطيع نقسم من باب أولى. ليه ما عندنا حكام قتلوا آباءهم؟ قتل أباه وجلس في مكانه. ما عندنا حكام شالوا أعمامهم يا شيخ، يشيل أخوه ويقعد بمكانه، يشيل أبوه ويقتل ويجلس في مكانه، ماذا يريد؟ كلها قتال فتنة، كلها مطالب في الفتنة والعياذ بالله. فنسأل الله أن يبصرنا في ديننا، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم، ونسأله أن يوفقنا لمذهب السلف رضي الله عنه ورحمهم الله. والله هكذا كانوا، وحق لعثمان، عثمان جاء بعد عمر، ولما جاء وجلس وعرف سيرة عمر، تعرفون الكلمة اللي قالها؟ قال والله يا ابن الخطاب أتعبت من جاء بعدك الله. عثمان اللي أتبرع بأمواله كلها يا أخوان، يقول أتعبت يا عمر من جاء، يعني هو ليه؟ لأنه أول ما جاء قال كم يعني راتب الخليفة، كم راتب الخليفة؟ قالوا كان درهمين وبعدين سواه درهم. في الأيام الأخيرة من حياة عمر سوى الدرهم راتب الخليفة كم؟ درهمين. قال سواها كم؟ درهم. قال درهم واحد. قال والله درهم واحد. ويقولون الدرهم الواحد إذا اشتريت خبز ما تقدر تشتري معه لا زيت ولا خل ولا إيدام، وإذا اشتريت الخل والزيت ما تقدر تشتري خبز، يعني يوم تشتري خبزة ويوم تشتري الزيت والخل والإدام. درهم. ليش؟ لماذا نقصها إلى درهم؟ تعرفون القصة؟ دخل في يوم من الأيام تعبان جاي من بيت المال، والدواوين لما فكتبوا الدواوين وسووا الدواوين تعبوا، وجاء تعبان، قام تعبان تقوم زوجته وتقدم له إيش؟
طبق صحن فيه عنب. تعرفون العنب؟ العنب يطلع في المدينة، المدينة فيها عنب من داخل المدينة عنب. عمر بن الخطاب قالوا عنب منين؟ فقالت الزوجة الصالحة قالت يا عمر درهمان كل يوم تعطيني شنو؟ تعطيني 2 فأشتري وأدخر شيئا منها، يعني تبقى شوية إيش يسمونها بني فلس، بني فلس ها، يبقى شوي من الدرهمين تقول أخليها، أخليها على جنب، أخليها على جنب. بعد الأسبوعين والثلاث صار ما شاء الله مبلغ. فتقول لما اجتمع قلت يعني أشتري لك اليوم به عنبا، صيف في المدينة والعنب يبرد، العنب يقول ابن القيم يبرد. فاشترت يعني تبغى عمر يفرح، قال الله درهمان وتشترين وناكل ويتوفر، اذا لا من اليوم الراتب كم درهم واحد. حقيقة اتعبت من جاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه عمر هو الباب بين الأمة وبين الفتنة يا أخوان. عمر هو الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه وأن يبصرنا في ديننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أخوان، وأن يبعدنا وإياكم ويبعدنا عن شر الفتن كلها، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين للصحابة الذين يعرفون حقهم ويقتدون بهم ويهتدون بهم ويحبونهم ويجلونهم ويعظمونهم ويتهمون رأيهم ها في اتباع رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. ترجم. لا 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 يمكن عندهم اخوان ولا شيء. طيب سو ابن حجر رحمه الله mentioned that ابن بطال he said that which the ulama are upon regarding the oppressive rulers and those who are disobedient and sinning and they are oppressive, that if you have the ability to change them, if you have the ability to change them without any fitna and without any oppression upon the people, then khuruj, then fighting in rebellion, it becomes obligatory. And if you're not able to do this, if you're not able to change them without the fitna, without oppression and killing, then you have to be patient, i.e. do not rebel. So then in the next hadith, hadith of Usayd ibn Hudayr radiallahu anhu, that a man came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, and some companions, they were sitting with the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He said, you have given this position or this job or this employment to somebody and you didn't give it to me. Meaning you've preferred somebody else over me in terms of this wage or this position or this status. So look, this is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the most just of people, and yet somebody wasn't happy. And he was saying, oh Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, you haven't been just. You've given him something and you haven't given it. I'll not be just. So the man said that you've given him something and you didn't give it to give me. Please give me ayran. So therefore, trying to fulfill the pleasures of all of the people or keeping everybody pleased, it's something which is very difficult. It's something which is impossible and cannot be fulfilled. Musa alayhi salam, and he was a prophet and a messenger and one of the 5 great messengers, and he was a kalim of Allah. He was the one whom Allah used to speak to directly, and yet the Yahud, the Jews, they harmed him, they fought against him, and they were not pleased with him. The Jews, they used to say to Musa alayhi salam, that since the day we've seen you, there's never been any goodness. They should say to him, as Allah says in the Quran, never has any goodness come to us from you, Musa,
before you or after you. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, do not be like those people who harmed Musa alayhi salam. And that's why the Prophet sallallahu alayhi wasallam, in numerous ahadith, in a number of instances, he said, may Allah have mercy upon my brother Musa. How much was he harmed, and yet he used to be patient. So this man, he entered upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he said, he was complaining that you employed this one, you didn't give the appointment to me. You gave him the wage, you didn't give the wage to me. And the Prophet, and he was za'lan, yani annoyed at this. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that after me, you will see certain affairs. After me, you will see rulers not giving you your right. After me, you will see people will come and they don't give you your right. And what was the solution that the Prophet sallallahu alayhi wasallam gave him? Isbir, be patient. So after the Prophet sallallahu alayhi wasallam, after the death of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, of course, all of the life of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, it was goodness. And the way of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is better than everything which is in this world. However, we don't feel this and we don't appreciate this. Why? Because we have a weakness in our love of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. We say and we claim we love the Prophet. However, it's a lie. Because the love of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, it has certain indicators or certain signs. So at the time of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, there was no fitna. All of the fitna came ba'di, after me, after the Prophet sallallahu alayhi wasallam. This is because the Prophet sallallahu alayhi wasallam was the one, he was like a safeguard for the people. There was safety and security while he was there. In the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he mentioned an-nujum amanatu sama, that the stars, they like the protective barrier of the sky. As soon as the stars go, then the sky will become corrupt or spoiled. And then he said, and I am as a protective barrier for my companions. And when I go, meaning when I pass away or when I die, then my companions will get that which they were promised, i.e. there will be fitna and there will be problems and there will be difference amongst them. And then he said that ashabi, my companions, they are like a safeguard or a protective measure for the rest of my ummah up until yawm al-qiyamah. And this shows, the important point here is, isn't the specific companions themselves, the individuals, but the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the manhaj, the methodology of the sahaba. That as long as we stick to and we hold firm to the manhaj of the salaf and the manhaj of the sahaba, then there will always be goodness and have glad tidings of safety and security and success. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, ba'di, that this fitna will occur after me. However, the scholars and the companions, they have agreed that that which happened at the time of Abu Bakr radiallahu anhu, the wars of Ridda, the infidels, that this wasn't a fitna. Why? Because at that situation, the situation was very clear. There was Islam and there was Ridda. There were these apostates infidels. So this wasn't fitna. Fitna is when truth becomes mixed with falsehood and falsehood becomes mixed with the truth. Umar radiallahu anhu, when the apostated from Islam and Abu Bakr radiallahu anhu wanted to fight them, Umar said to Abu Bakr radiallahu anhu, he said, are you going to fight and kill those people who bear witness that there is no deity worthy worship except Allah, and they bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the abd and the messenger of Allah? And then when Abu Bakr radiallahu anhu spoke to him and convinced him, he became convinced and he said, fawallahi, by Allah, ma barihtu, that the morning time did not come except I knew that what Abu Bakr radiallahu anhu was upon was the truth because of the guidance that Allah had given him. So Umar radiallahu anhu, he followed Abu Bakr. Uthman radiallahu anhu, he followed Abu Bakr. Ali radiallahu anhu and all of the companions, they followed Abu Bakr. And yet us, we don't follow the companions. We say, we are men and they are men. Rather, ar-rujula, manhood, is according to how much a person follows the methodology of the Sahaba.
When the Prophet sallallahu alayhi wasallam said there will be fitan tribulations after me, then the scholars and the Sahaba, they all agreed upon that this was the time of Uthman radiallahu anhu. Why? Because of the munafiqun, the hypocrites. That the hypocrites, they used to take small things and make them something very big and spread rumors. So for example, they said that Umar radiallahu anhu, he takes from his relatives and he gives the positions of authority to them. The Shaykh said that this is something which is tabi'i, this is something which is natural and normal. When you have a company or a business, who do you make the person who's in charge? Somebody you trust in, somebody who is your friend or your relative, because you trust that person. And also Uthman radiallahu anhu, he only did this naturally because those people, he used to trust them and he had trust in them. Also, in the story of Khalid bin Walid, that Khalid bin Walid, at the time of Umar radiallahu anhu, the people, they said to him, "Oh, Abu Sulaiman, ittaqillah, fear Allah." Why did they say to him, "Fear Allah"? Because he was like a fire who used to always fight. He was always fighting and fighting. Not because he used to like fighting, but because he fought against kufr. And he used to desire shahada. And he never wanted any authority or anything from the world. He only wanted shahada. In fact, he said, مَا دَخَلْتُ مَعْرِكَةً إِلَّا أَتَمَنَّا شَهَادًا. That I've never entered a battle or a war except I've always desired the shahada. And when he passed away and he was lying down on his bed, he said the famous statement. He said, وَاللَّهِ لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى هَذَا وَهَذَا. By Allah, I entered upon this and this, meaning I fought this war and I fought this war and I fought this war. وَتَمَنَّيْتُ shahada, and I desired and I yearned the shahada. And there isn't a single place on my body, a small place on my body, except that there is some injury from a spear or some weaponry. There is some harm upon his body because of all the weapons. And yet, ma shahid, or mastashid, and yet I haven't achieved shahada. And then he used to weep, and he used to say, "Here I am. I'm lying here like a camel, and I'm going to die like a ba'ir, like a camel." So the people said to him, the shahid here is, the point here is, that the people said to him, "O Abu Sulaiman, fear Allah. Ala tara al-fitna? Can you not see the fitna, the tribulation, the problems are everywhere?" And he said, "Which fitna?" And he said, "All this killing and this fighting and these people that you're fighting, this blood that you spilled." And he said that Ibn al-Khattab, meaning Umar, is alive and there's going to be fitna? Never. There will never be fitna whilst Umar ibn al-Khattab, he is alive. Umar radiallahu anhu, he himself, he used to desire a shahada. He never fought for authority or worldly gain. He only ever fought for shahada. In the battle of the apostates after Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu, he didn't allow Umar radiallahu anhu to go out and fight the apostates. He said to him, "Stay here with me, you stay back in Medina. Let the others go and fight." And yet the brother of Umar ibn al-Khattab, and his name was Zayd ibn al-Khattab, he went out and he fought. And when he fought the apostates, he achieved shahada, bidhnillah. And then when the people were turning back from the battle, the Muslims were turning back from the battle, the people of Medina, they went out to welcome the army. And Abu Bakr radiallahu anhu went out, and Umar radiallahu anhu went out. Umar radiallahu anhu went out in order to search for his brother Zayd. And when he met the Muslims said to him, "You know, may Allah increase your reward," meaning that your brother, he has passed away, he has achieved martyrdom, or he has achieved shahada. Then Umar radiallahu anhu, he began to weep, and he said, "Indeed, my brother, sabaqani ila husniyain. Indeed, my brother, he has achieved two things before I ever did. Firstly, he accepted Islam before I did, and now he has achieved shahada before I did." So therefore the fitna, it occurred at the time of Uthman radiallahu anhu. And this was because of the munafiqeen and the problems that they were causing. The companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, those who fell into some of these problems and some of these fitna, afterwards they used to weep and they used to cry. And they used to think, if only we didn't enter into these fitna. Of course they strived, some of them were correct, some of them were mistakes, and they never ever wanted any worldly benefit. They never wanted something worldly. They always wanted
Islam, or they're always hoping for the hereafter, but they made the ijtihad, some were correct and some were some erred. Yet, despite all of this, after the fitan came and after they fell into them, they used to weep and they used to hope and desire that they didn't go into these fitan. When, after the death of Abu Bakr radiallahu anhu, when Umar radiallahu anhu, when he was the commander of the people, and you know how many countries were conquered by the armies under Umar radiallahu anhu. And this is an example to show how the companions, they never wanted the dunya. Umar radiallahu anhu, he never wanted the dunya. After one of the battles, the armies, the Muslim army defeated the non-Muslims. And they came back and they brought the war booty with them. They brought gold and silver and much wealth and treasures and even the crowns of the kings. So they came to Umar radiallahu anhu and they said that we have all of this gold and treasure and wealth with us, this war booty with us. He said to them, go place it in the masjid. Straight away, go place it in the masjid so I can distribute it amongst the people. And then they came back to him and they said, the masjid is full now. What do you want us to do now? Where should we place the rest of the booty? And this war booty and this wealth had come from the Persians and the Romans. So imagine these poor Arabs, either the companions. They were poor, they were destitute, they were in the desert, and then all of this gold comes from these great empires, the Romans and the Persians. And Umar radiallahu anhu, he doesn't even look at it. He says, go place it in the masjid. When they said now that the masjid has become full, he said, well, place it outside, place it on the street so I can go and give it. When the adhan was said for the prayer, then Umar radiallahu anhu, he exited and he went for the prayer. So not a single time did Umar ever want to even go and look at the gold and the treasure. He only went in order to go to the prayer because the adhan of the prayer was said. When he saw all of this gold, he said, what is this? What is all of this? And they said, this is the gold and the wealth that we have taken. And then he began to weep. Umar radiallahu anhu, he cried and he wept. The companions, the Muslim soldiers, said, Umar, what is wrong with you? You're weeping and this is a day of happiness. You're weeping and Allah has given us honor over the non-Muslims. You're weeping and we've bought all of this gold and wealth from the non-Muslims. This is a day of happiness and festivities and celebration. And then Umar radiallahu anhu, whilst weeping, he said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he passed away and this wealth and this booty and the war booty did not come to him. And Abu Bakr radiallahu anhu, he passed away and this wealth did not come to him. And now we are living and yet this wealth has come to us. And I fear this is our reward which we should have in the hereafter, but it has been brought forward to us now. This is going to be a fitna for us. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, indeed your children and your wealth, this is a fitna for you. This is a test and a tribulation for you. So look how this wealth came to the Sahaba, humiliated, belittled, came to the Sahaba, and yet they didn't want it. And he never turned towards it. And the Shaykh, Hafidhullah, he says that I take an oath, I swear by Allah, that which is the objective behind all of this fighting and all of this violence and chaos that is going out now, it is the dunya. It is worldly benefits and it is wealth. Everybody wants authority and everybody wants the chair. Why did he take an oath and why is he so sure? Because the Sahaba and the Tabi'een, like Al-Imam Al-Mutarrif and those with him, they used to swear and take an oath that the fighting and the fitna, it was because of the dunya. So if they could take an oath and they were certain that at their time, these tribulations, these fitna, this fighting and rebellion was because of the dunya, then in our time, even more. في كلمة ما أدري كيف ترجمتها نكون أو نخشى أن نكون من عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. إيش قلت؟ قلت يعني لعل الله من الأصل أن أجرنا يكون بالآخرة وأجل الله للدنيا والمال. يعني يا أخوان هذه الكلمة أن نكون ممن عجلت لهم حسنات، من الذين تعجل لهم حسناتهم في الدنيا؟ كفار.
شوف الخوف من عمر، يعني ما يقول أنا مؤمن أنا مسلم أنا عمر، لا، يقول نخشى أن نكون مثل الكفار تعجل لنا الحسنات في الدنيا. شوفوا يا أخوان هذا عندنا نحن، so when Umar radiallahu anhu, when he said this statement that I fear that our reward has been brought forward to this world, what did he mean by this? Those people who get the reward in this world and they don't get anything in the hereafter, who are the disbelievers? So this was the fear of Umar radiallahu anhu. الكافر إذا سوى شيء صدقة ولا كذا ها في أجر في الدنيا تعجل لهم أجورهم حسناتهم وين في الدنيا يوم القيامة ما عنده شيء. فعمر يقول نخشى أن نكون من هؤلاء يا شيخ. So look, Umar رضي الله عنه, he didn't say I am a mu'min, I am a Muslim, how great I am. I am Umar. Rather he feared that, I fear that this is, we are getting what the kuffar get, i.e. our reward in this world and nothing in the hereafter. Nowadays, as the Shaykh mentioned, the Tabi'een and the Sahaba, all of them used to swear an oath that this killing and this fitna and this rebellion that is going on, it is only for the dunya, only for worldly benefit. Even previously, how many of the Muslim rulers did the son end up killing his father? The son end up killing his uncle. He would even kill his own brother. Why? For the dunya and for this authority and this chair. So therefore, al-qital, this fighting and this rebellion and this killing outside, it is fitna. And the Shaykh, he mentioned that Uthman radiallahu anhu, when he came after the death of Umar radiallahu anhu, he used to say, Wallah, by Allah, O son of Al-Khattab, I by Allah, O Umar, you have... If at'abta man ja'a ba'da. Make me tired. Yeah. You've made tired the one who came after you. The one who has come after you, you've made you... You've made it difficult for all those who come after you. That you've made it difficult for anybody who's going to come after you. You've made it very difficult. Do you know the reason of why Uthman radiallahu anhu used to say this? It was a story over one dirham. And that was that at the time of... before Umar radiallahu anhu, the Khalifa used to get 2 dirhams from the state as a wage. He used to get 2 dirhams. And Umar radiallahu anhu, he decreased the wage of the Khalifa from 2 dirhams to 1 dirham. And why is this? Because one day, Umar radiallahu anhu, he was sorting out the records, the dawaween, he was sorting out the records. And it's warm, and it's hot, and he's tired, and he came home. And his wife, she bought some grapes for him. Nice, cold grapes from Medina. And Ibn al-Qayyim rahimahullah, he mentions how cold, the nice cold effect that grapes have over the body of a person. Anyway, when she bought these grapes to Umar, he said, where have we got these grapes from? And she said, well, the 2 dirhams that we take as your wage, then every week or every time, with these 2 dirhams, I buy some food and I have enough to save 1 dirham. No, قلب قليل. Penny. Hey. I buy some food and I may save a little amount from these 2 dirhams. Fils. And then when Umar radiallahu anhu heard this, that he's getting money that he doesn't need more than he needs, even a few pennies or a smaller amount, then he decreased the amount of dirham, he decreased the 2 dirham to 1 dirham. He حتى قالت يعني كانت يعني اشتهيته واشتهيته لك يعني من زمان واشتهي اشتهي اشتهي العنب واشتهي اللي يشتري لك عنب وبعدين جمعت 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 وصار يكفي شوية فاشترت قال الله أو كلما اشتهيتم شيئا اشتريتموه ثم أكلتموه لا إله إلا الله احنا اليوم أي شيء نشتهي ها على طول نشتري وناكل يا شيخ عمر بن الخطاب يقول ما ينبغي انك كلما تشتهي شيئا تروح تشتري وبعدين ايش تاكل يا شيخ. So the wife of Umar رضي الله عنه, she said to Umar that this is من جاء بعدك مو بس عثمان كلنا يا شيخ. That this is, these grapes
was something I've been wanting and desiring for a long, long time. I've been wanting to eat these grapes. And all the time I've been saving a small amount, saving. I've been wanting it for me, I'm wanting these grapes for you. And after all of this time, I've saved all of this little amount and now I've bought these grapes. And then Umar radiallahu anhu said, that is it the case that every time you want and you desire something, you're going to go out and buy it and fulfill your desire? So look at us now, that any time we want something, straight away we go buy it and we go eat it. Yet? Hatta your child wants something, come on, Baba. خاصة إذا بكى يا شيخ تباكى أو تباكى وتعرفون الزيادة في هذا كله لما قدمت العنب عمر أكل والله لا يا أخو لا إله إلا الله ما أكل لا إله إلا الله الله يرحم حاله يا شيخ. And for this reason, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Umar, he is the door, he is the gate, protect between the fitna and between the ummah. And when once the great gate is broken, ay Umar radiallahu anhu dies, then the fitna will killed, become. Yeah, Shaykh, broken, يعني killed. When he is killed, not then dying. أي الله يرحمنا وإياكم ونسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب أصحاب نبيه يا أخوان.